مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناة نسمع ومتتبعين على الإذاعة الشركة. احنا موجودين بمطعم بمنطقة البحيرة وين ينطلق بعد شوية حوار اللي نظمه وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر، واللي باش يحكي فيه على قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية بالمغازات الكبرى. القرار اللي باش يتم تفعيله باش يبدا يتم العمل به انطلاقا من 1 مارس 2017، باش يحكي على قرار منع استيراد وصنع الأكياس البلاستيكية واستعمالها في المغازات الكبرى. ومعنا وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر باش يقدم لنا أكثر تفاصيل على القرار هذا. مرحبا بك سيد الوزير. أهلا وسهلا، صباح الخير. احكي لنا أكثر على القرار بتاع منع استعمال الأكياس البلاستيكية. طبعا هو في نطاق الحفاظ على البيئة، تعرف الأكياس البلاستيكية اليوم معناتها ولات مشكل بيئي كبير، وتوجه اليوم في العالم كامل معناتها انه نمنعوا هالاكياس البلاستيكيه هذوما الخفيفه، خاصه الصغار هذوكم تشوفوهم يطايروا، لان حتى جمع من مصعيب. وهذا توجه في العالم معناتها، حتى في افريقيا بلدان افريقيه اليوم مشيت له الواحد هالمنع هذايا، صار في عده بلدان افريقيه. تونس اللي كانت قبل سباقه في الدول بالنسبه للدول الافريقيه في المحافظه على البيئه، ولينا متاخرين. وهذا منع الاكياس البلاستيكيه الخفيفه، نحكيو على الاكياس البلاستيكيه الخفيفه. بدينا في اتفاقيه اولى مع المساحات التجاريه الكبرى، ثلاثه مساحات تجاريه الكبرى اللي باتفاقيه تلقائيه انهم مش يتخلوا على الاكياس البلاستيكيه في نقاط البيع نتاعهم، ولكن هذا مرحله اولى. مرحله ثانيه قريبه جدا كيف هو اصدار امر لمنع الصنع وتوريد وتوزيع الاكياس البلاستيكيه الخفيفه. نحكي طبعا مش نبقاو في مرحله اولى، مش نبقاو على الاكياس البلاستيكيه اللي هي فيها اعاده استعمال ريتيوليزابل، اللي الخشن نتاعها فوق ال 40 ميكرو. احنا اللي نحبوا نمنعوه هما الاكياس الخفيفه اللي تطاير، هذوكم الجوايد اللي تاخذهم في كل بلاصه. هذايا التوجه. الامر هذا حاضر براتيك، ما مش صدروه قريبا. والاتفاقيه هذه مع المساحات التجاريه الكبرى مش نقوموا بحمله اعلاميه زاده باش نوعيوا المواطن بضروره استعمال الاكياس البلاستيكيه اللي يتعاود استعمالها اعاده استعمال، والا الاكياس البلاستيكيه صديقه للبيئه. وثم عده امكانيات في الشيء هذا، واحنا حتى الصناعيين نحبوا نحافظوا ساعه على مواطن الشغل. طبعا ما نحبوش مواطن الشغل نخسروهم، ومش نعاونوا الصناعيين انهم يتاقلموا مع هذا. وهذا موجود في العالم كامل. انا تعرف وقت اللي معناتها نعطيو امثله، احنا وقت اللي جاء التليفون البورتابل معناتها كانوا ثم تاكسيفونات في كل في البلاد كامله، وكيف عرفوا كيفاش يتعاملوا مع الوضعيه الجديده. ما يلزمش هالفكره تاع هكا معناتها الشد الى الوراء بتعليات معناتها نعتبرهم هاويه واهيه، ولا سامحوني، تخلي انه ما نمشوش في اخذ القرارات هذه الجريئه حتى نحسنوا البيئه نتاع البلاد. سيد الوزير، اكيد الحوار هذا يحضر مجموعه من نواب الشعب ومسؤولين بالمساحات الكبرى، اكيد احنا ناس مازلنا باش نواكبوا الحوار هذا ونرجعوا على تفاصيله في نشراتنا القادمه. كلمه ليك.